متوقع مين يكسب في السوبر المصري، الاهلي ولا الزمالك وليه؟ والله انا اتوقع ان الاهلي هو اللي يكسب، اولا بما اني اهلاوي وبشجع النادي بتاعي، تاني حاجه الاهلي فيه لعيبه كويسه وعلى المستوى العالي، وفي لعيبه كانت محترفه بره موجوده دلوقتي حاليا في النادي. تاني حاجة برضو المدرب والمدير الفني للنادي على المستوى ومتحمسين. لعيبة الأهلي لما يلعبوا بالشوكة والسكين فرقة نواعم، إنما فرقة الزمالك بالماتش امبارح دي أتوقع إنهم يمسكوا الأهلي يغسلوه. الطبيعي الأهلي طبعا، السوبر ده معروف، السنة اللي فاتت الأهلي واخد منهم السوبر، وفي الدوري إن شاء الله برضو فايز عليهم. 100% متوقع الزمالك، لأنه امبارح لعبوا لعب ما شاء الله، يعني كان الفريق ظاهر بصورة جميلة ومختلفة عن قبل كده. والله أنا أهلاوي وأتمنى أن الأهلي اللي يفوز إن شاء الله بإذن الله، بس برضو الزمالك لعب ماتش مع بيراميدز كويس. ماتش امبارح كان ماتش جميل، والزمالك عمل ماتش حلو، ونتمنى الزمالك يبقى كده على طول. يعني أنا أهلاوي بس يعني بشجع الكرة الحلوة. بعد شفت المستوى بتاع الزمالك بتاع ماتش الكاس ده، ومتوقع إن شاء الله الزمالك يكسب. برضو الزمالك فيها كرة حلوة، فيها فرقة حلوة، فيها شغل عالي خالص. انا كنت اتمنى يبقى الاهلي.